يقوم على
انك تفعل الله انك انت اضعف مخلوقات الله. وخلق الانسان ضعيف. فيروس صغير يكون على جسمك ميكروب لا يرى بالعين المجرد لا بدمك. يعقر زمان تلويح معين يفوت على دمك خلصنا عليه. اي مرض رجع سن صغير خليك تنام الليل وين قوتك؟ انت ابو فلان في وراك جيش انزل دي لا شيء. انت ضعيف واهون واهون من بيت العنكبوت. لو تشك بشوكة في قاع قدميك لا تنام الليل ابدا. لما رايت الناس يا اخوة في جلهم في حالهم معظمهم قد ضيعوا الحقوق اثرت انا شخصيا المقدم لحضراتكم هذا الخطاب الموجز. في نحن حقوق على الله وفي لله حقوق عليه. طيب وفي حقوق لبعضنا على بعض وهذا مدار حديث يا ولد. حق المسلم على المسلم خمس وفي روايه حق المسلم على المسلم ست. تعقل الايجاز لنذكر الناس ولنعين المتفكر ولنخرج هذا الكلام من مجرد كلام نظري الى واقع في حياتنا. لان يا جماعه الدين هو كلام القران كلام الله. اذا فرغت كلام الله من مضمونه العملي يبقى مجموعه اوراق شويه حبر على رفك في المكتب. لما سئلت السيده الجليله عائشه رضي الله عنها كيف كان خلق النبي استعملت شيء بيسموه تشبيه. قالت كان خلقه القران ما قالتش كان القران. ليه؟ لانه صار في وحده حال بين النبي وبين القران. تريد ان ترى قرانا يتحرك ويدب على الارض ومحمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. القول لابد له من ايش؟ من عمل. القول ولو كان كلاما لا تصور. لماذا لم يؤدي مفعوله في هذه الامه من عقود من عشرات السنين بل اذا شئت من مئات السنين؟ لانهم حبسوه في جثتيه ووضعوه على الرفوف او وضعوه في العقول حفظا بصما دون ان يفقهوه ودون ان يترجموه عمليا في واقعهم. لذلك فرد من مضمونه. والله عز وجل ثبت ان في اقواما كانوا قبل المسلمين قبل العرب المسلمين مقصود يعني قبل بعثه النبي عليه الصلاه والسلام صلوا على النبي. في اقوام الله بعث اليه كتبا ولكنهم ما استفادوا منها. فشبه حالهم بحال الحمار اجلهم الله اللي ماشي في الصحراء وفي فوق ظهره مكتبي. تحلك مساله هذا الحمار اللي بيحمل فوق ظهره مكتبي شو مستفيد من الكتب اللي فوق ظهره؟ صفر. ربنا قال ولا تكون كانهم الله اكبر. يعني النهايه ان تستشعر استشعار في خوف من الله عز وجل. وهو طبعا ادرى بما سيحدث. كان يقول هذا لا تقول ولا تكون. وانت انا ما لم افهم شغلي لما انا خايف ان ايش؟ تقع فيه. طبعا ربنا سبحانه وتعالى لا يخاف ولكن يعلم ليحذر. ولا تكون. شوف هي لا الناهيه بيسموها. لا ايه؟ الناهيه. في لا النافيه. لا علاقه لنا بهذا الكلام. لا الناهيه ترفع اسمها. لا تكون. كيف يا رب تشرك ولا تكون كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. كيف نسوا انفسهم؟ تماما كمثل الحمار الذي كان يحمل كتبا ولا علاقه له بتلك الكتب. مثل الذين حملوا التوراه ثم لم ايش؟ لم يحملوها. ان حملوها الكلام. في كثير من الناس مسلمين طلع حافظ القران لكنه قطع رحمه وبيختم القران مره ومرتين وثلاث في رمضان. لكنه مثلا حرم شهره بتشوفه يصلي خمس اوقات لكنه مراقب عمل بالربا. بتشوفه كل يوم في الشارع وممكن ياكل اموال الناس بالباطل ويحلف بدل اليمين 10 قدم. اتفقنا وقد يحلف بجميع ايمان. هذا حلف الباطل ولم يستفد من حفظه للقران كمثل الحمار يحمل اسفارا. الان حقي عليك وحقك عليك كما قال النبي عليه الصلاه والسلام خمس. اقسم بالله ان قام المسلمون بهذه الخمس ليغيرن الله حالنا الى افضل حال. هي شغلات
ممكن يشوفها في الشارع ويعمل ادويه في الشارع. كما حدثني صديقي قال اذا دخلت على المسجد كانت صلاه المغرب قد اقيمت، فامتلأ اول صف ونظرت فاذا في اثنين في الصف الثاني وحدهما، فلما علمت من هما اذا تصفت على اليمين حاربوا، اذا تصف على الحد على اليمين مره ثانيه حاربوا، حارب اثنين شو عملت؟ بقول له شو عملت؟ اصفيت لحارب عينك. قلت له عرفك الله اجركم وتقبل الله صلاتكم، احلى صلاه. اصلا شوف الحكمه من صلاه الجماعه، من ابصر الحكم وهي عظيمه من صلاه الجماعه. ممكن انت تلاقي واحد شوي في بينك وبين السنه في باب سوء خلاف، انك شو تقول له؟ تقبل الله، السلام عليكم، كيف حالك؟ هاي اول مره ممكن تكون صعبه، لكن بهذه الحاله شو عملت؟ كسرت الحاجز اللي بينك وبينه. مره ثانيه تكون لها حلاوه اكثر، مره ثانيه كيف كان محسن. شوف الحكمة من صلاة العيد، من السنة أن تصلى صلاة العيد في الفلاح مش في الجامع، يعني عندك جوامع اثنين ثلاثة أربعة اثنين كان يجمعوا في صعيد واحد ويجتمعوا ليؤدوا صلاة العيد، هذه السنة. ما الحكمة من ذلك؟ قال لك لأنه أنت ممكن تمر سنة كاملة تصلي في هذا الحال، ما بتصلي في المسجد الثاني، وفي ناس هناك ما لكش علاقة فيه، حر مختلفين شخص او اثنين او ثلاثة. اذا فرض عن كله لم ترى ولم تحن الفرصة لان تسلم عليه. قال لك تيجي صلاة العيد بالعمل ايش؟ مرتين. ممكن انت في هذه المرتين ان تلقاه فتسلم عليه فيقدم الله بينه. لانه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. في واحد يسألني يقول لي ثلاثة تيجي قد تكون ثلاث سنين، قلت له لا، ثلاثة أيام بكمل عليه الصلاة والسلام، يقول فيعرض هذا ويعرض ذلك وخيرهما البادئ بالسلام. ده يكون أنت مليح من الله سبحانه وتعالى ما تستنى واصل تصلح ولا بادئ. وهذا ما حدث أيها الإخوة بعد ما صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام مع سيدنا عمر أبو حفص ومع أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق يمر على عمر، فعمر مع أنه أبو بكر أكبر وأقدم إسلام وله فضل أعظم من فضل عمر، فكان عمر رضي الله عن عمر لا يبتكره بالسلام، مع أنه السنة أنك أنت الأصغر أنت تقبل على مين؟ على الأكبر وتسلم عليه مرة مرتين ثلاث. فاستغرب أبو بكر فذهب عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا رسول لما لا تبتدر ابا بكر بالسلام؟ قال يا رسول الله سمعتك مره تقول من ابتدر اخاه بالسلام بنى الله قصرا في الجنه فاحببت ان يكون من نصيب ابي بكر. تعال يا سيدنا عمر شوفنا شوف احوالنا، عشان هيك انت مرات بتدرس احوال هؤلاء الصحابه تستغرب والله تقول يعني مش صدفه الله سبحانه وتعالى اختار ان يكون مع النبي عليه الصلاه والسلام، انه الواحد منهم يعني مش أمة يعني الأمم يعني. إذا لقيت أخاك فسلم عليه حتى لو في بينكم مشاكل، حتى لو اختلفت معاه بالرأي، حتى لو اختلفت معاه على أي شيء دنيوي أو حتى ديني، لا يعطيك المبرر أن تقطعه فوق ثلاث. ليش ثلاث؟ سيدنا النبي حكيم قال إن الإنسان مجرد مشاعر وأحاسيس، ممكن أزعل منه يوم يومين اليوم الثالث المفروض إيه؟ أنسى الموضوع. لكن في ناس والله تحكي عليه كلمه بظلها في الدقيقه 30 سنه. انا اعلم بعض الناس الاخوه مقاطع لاخيه اكثر من 30 سنه. وتزعلش اكثر من ايه؟ مات احدهما ولم ياتي شطر الشيخ ما اتى على جنازه اخيه اقسم بالله. واثنين في الجامع، واثنين في صدر، واثنين في شغل عرض. من ابسط الامور افشوا السلام بينكم، قل عليه الصلاه والسلام افشوا السلام بينكم افلا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم. افشوا السلام على شو قطع اخوانك؟ على شو قطع اخوك في الدم، اخوك في الرحم، اخوك في الاسلام، واخوك في الانسانيه على اي امر تقال.
استغفار وطلب النصيحه. بيجي أفهلك وقول لك انصحني. واذا اردت ان تكون افضل كذلك فبادر بالنصيحه. لا تستنى بيجي يطلب منك، لا تشوف واحد مره شغله جرب حلها، جرب هون، جرب خفف. في بعض الاشخاص الناس وقت دخل المشكله بكبرها، وبدل ما يصلح الوضع بدمر الوضع. النصيحه يا اخوان شو تعريفها باللغه؟ هي اراده الخير للمنصوح. انا ناصح وانت منصوح، انا بحب لك الخير. والنبي عليه الصلاه والسلام قال الدين النصيحه. شوف كلمتين، كما يقول في بعض الاحيان الدين الخلق، الدين المعامله. لخص لك الدين بكلمه. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كل هؤلاء من حق عليك ان تنصح لهم النصيحه. سيدنا عمر صلوا على رسول الله، لكل كبير وصغير يا جماعه، هو خليفه وامير المؤمنين، اي امر يعرض عليه بيحكم ما يحكيش، يقول للخادم اين ابو الحسن؟ اين علي؟ وهدي لي عليه. الله اكبر. مش انا الخليفه وانا الرئيس وانا رئيس لله، لا، شاور اخوانك مش غلط. اذا امر النبي عليه الصلاه والسلام بان يستشير اصحابه، قال وشاورهم في الامر، وامتدحهم بالشورى فقال وامرهم شورى بينهم، ورأي احسن من واحد، ثلاثه احسن من اثنين. اين ابو الحسن؟ يجي ابو الحسن، مرني يا امير المؤمنين، قل عرض عليه كذا وكذا، فيفتي عليه فيثبت على كتفه ويقول لولاك لهلكت عليه. شوف العلاقه، شوف الود والرحمه. للحديث بقيه، او كما قال ادعوا الله وانتم موقنون به. الحمد لله، صلي وسلم وبارك على خيرة خلق الله سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إذا أيها الإخوة، تريد أن تنصح؟ انصح لله. يا ناس بنصحوا أناسا آخرين ويبقى قصده شو يوقفوا سيره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الناصح مؤتمن، فمن خان أمانته فليتبرأ مقعده. يعني أنا ناشئ ورطة تنشغل وأنا نام ورطك أصلا في هالمحل بالاسم فلان من هالنهار. شغله بسيطه حرقت عليك دينك كله، كل عبادتك كل اعمالك هباءً منثورا. ليه؟ لانك دمرت انسان. الحق الثالث يا رسول الله، قال اذا مات فليمشي بجنازته. في حديث دائما انا بقول لما بقول في جنازه او اشهد بالاخوه واستغفرهم لانال ثوابه باذن الله. يقول عليه الصلاه والسلام، حديث من اعظم الاحاديث، قال من عز اخا له لمصيبه اصابته ناداه مناد من قبل السماء ان طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنه منزلا. يا الله، تدخل خاطر انسان بكلمه طيب تخفف عنه حر المصيبه في لك مكان بالجنه. شو عمل بسيط ونفعله دائما، لكنه عند الله يعدل وزن الجبال. الحق الاخر يا رسول الله، قال إذا دعاك فأجبه، تكسرش الخطوة. إذا دعاك وخصوصا كما قال علماء الوزن الثمان، إذا كان في عرس، رأي الجمهور أيها الأخوة في السبب، رأي الجمهور جمهور العلماء يعني على أن ومن دعاك على وليمة، يعني عرس، حكمه واجب عليك. أنا استغربت لما راجعت الأمر، واجب رأي الجمهور، يعني ثلاثة من أربعة أم قرآن الجمهور عند العلماء يقولون واجب في الوليمة. ليه؟ بيعقلوا كيف حللوا ذلك؟ قال لأن وجودك عنده يدخل المسرة على قلبه. الله أكبر. فتنال المسرة يوم الحزن، يوم الفزع الأكبر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدخل السرور على قلب عبد من عباد الله كان حقا على الله أن يدخل إلى قلبه السرور يوم الدين. حق بسيط، لكن شوف عظمته عند الله سبحانه وتعالى. الحق الآخر يا رسول الله أيضا يوميا، معنى قال إذا عطس فشمته. قيل ما شمته يا رسول الله؟ قل يرحمكم الله. فيجيبك قل يهديكم ويصلح بالكم. طب شو علاقة يرحمكم الله؟ فيها سر. كل الأطباء يقولوا إنه الإنسان عند العطاس يقف قلبه معشار الثمان، يقف قلبه يعني كأنه انقطع عن العالم، فلما ترجع إليك الروح فتقول لك يرحمكم الله الذي أعادك إلى
هذه الدنيا من جديد. شريك الميت الحمد لله على ايش؟ على ان عدت الى الدنيا. على عظمة الاسلام واعجاز علمي في الحديث على فكره، النبي ما كان طبيب وما كان مشرف، لكن هذا من اعجازه العلمي عليه الصلاه والسلام. اذا هي خمسه خطوط ايها الاخوه، يا ريت نراعيها او نعمل واحد منهم دوما.